مرحبا، معكم رامي ماهر. اليوم رح نتعلم كيف ندق اغنية هوتيل كاليفورنيا، واحدة من اجمل اغاني فرقة ايجلز اللي عملوها سنة 77. خلونا نبلش. أول شي بدنا نحط الكيبو على تاني فريت، وإذا ما عنا كيبو فينا نلعبه أوبن. وهلأ خلونا نبلش بالكوردات. الكوردات هن A minor E7 G major D major F C D minor E7 وبنعيد. وهلا خلونا نبلش بالانترو تبع الغنية. لندق الانترو تبع الغنية لازم ندق هيدي النغمة تن ترن تن ترارارا. لندق هيدي النغمة رح ابلش انا بالوتر الخامس، الرابع، الثالث، الثاني، بعدين برجع للثالث، الاول، الثاني، والثالث مع بعض. هلا منطبق عليها الكوردات مثل ما حكينا بالاول، ومنضل نعيدهم لتخلص الانترو. هلا رح ندق الانترو بس على البطيء. E7 بس دق الاي 7 بوصل بس للوتر الاول، ما برجع بكفي الثاني والثالث بالاخر، يعني هيك كأنه جواب. هلا جي هون بدق الثاني والثالث، هون بدق بس الاول. اف بعدين سي، بعدين هلا بنطل دي ماينر. هون بالاخر في دق انا الاي 7 هيك، بنتقل ببلش دغري كوردات، وفي بكون بالدي ماينر دغري ببلش كوردات. وهلا خلونا ننتقل للسترامينج باترن. السترامينج باترن تبعنا هو داون اب داون، بعدين 3 اب، بعدين داون اب، نجمعهم مع بعض بصيروا بعد مرة. في شغلة كتير مهمة لازم تعرفوها بالسترامينج، مش لازم ندق كل الأوتار. خلونا شوي نحلي بالعزف تبعنا، يعني ممكن بالأول ندق مع بيز، بعدين يكون بلا بيز. مثلا هون عم دق أنا بس أول وتر، بعدين هون بصوت بالنص، أوكي برجع مثلا بس غير وتر بدق البيز، بس مش لازم كل الوقت يكون مش لازم دق كل الاوتار لانه ما بيطلع حلو. خلينا ندق هيك بنعومه ونوع بالكوردات تبعي ليطلع شيء حلو. يعني هيك شفتوا مش لازم دق كل الاوتار. هون مثلا بدق كل الاوتار. لاحظتوا بلشت بيز ما دقت كل الاوتار. بعدين يعني عملت شوية تنوع وحليت شوي بالعزف تبعي. E7 to the G D F C D minor E7 بعد مرة A minor E7 وهلا رح ننتقل للكورس. بالكورس بدي دق انا بالاول اف بعدين سي بعدين دي 7 بعدين بدي دق هي. كيف بدي دق هي؟ بدي الوتر الخامس العبه اوبن بعدين تاني فريت بعدين تالت فريت الرابع اوبن الرابع تاني فريت بهالطريقة. بعدين برجع بكفي اف سي دي ماينر اي 7 وبعيد من الأول. وهلا خلونا ندقها. عيد E7 G ومنكفي. وهيدا كان كل شي لليوم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب. باي.